بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال حديثنا في باب الاشاره والنص على ابي جعفر الثاني الامام الجواد عليه السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث من احاديث هذا الباب عن محمد بن عيسى الاشعري القمي قال دخلت على ابي جعفر الثاني عليه السلام فناظرني في اشياء ثم قال لي يا ابا علي ارتفع الشك ما لابي غيري محمد بن عيسى الاشعري القمي كان شيخ الأشاعرة ووجه القميين كبيرهم، الأشاعرة هم بنو الأشعر من اليمن الأشاعرة نسبا، هؤلاء هاجروا من اليمن إلى مدينة قم، وكانت سبعة قرى، وكان فتحها بيدهم، فاستوطنوها، وتكاثروا فيها، وهؤلاء كانوا من الشيعة، ولذا مدينة قم من أول الفتح الإسلامي كانت مدينة شيعية وبن الأشعر الأشاعر نسبا هؤلاء فيهم كثير من العلماء والرواة والمحدثون وكثير من رواياتنا كتبنا منهم فمحمد ابن عيسى كبير الأشاعرة حينما استشهد الإمام الرضا عليه السلام بالسم وبدأت إمامة الإمام الجواد وكان يبلغ تقريبا تسعة أعوام وهذا أمر مستغرب فجاء محمد ابن عيسى إلى المدينة المنورة ليتأكد بنفسه عن إمامة الإمام الجواد في هذا السن طبعا محمد بن عيسى اللي هو كبير القميين وجه الأشاعر كان من العلماء رجل كبير في السن وهو من العلماء جاء والتقى بالإمام الجواد وهو في الظاهر صبي فباحثه في عدة مسائل علمية هسه يمكن من الفقه من التاريخ من التفسير وما إلى ذلك فاكتشف أنه الإمام بالنسبة إلى عامة الناس قد لا يكون العلم دليلا لهم وكاشفا لهم عن الامامه بس هذا يتكلم بكلام شنو هذا الكلام صحيح غير صحيح لعل عامة الناس لا يكتشفون ذلك لكن العلماء يعرفون العلم فاكتشف ان هذا الصبي علمه علم لدني من الله سبحانه وتعالى. ثم الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام ذكر له: ارتفع شكك؟ كنت شاكا ارتفع شكك؟ نعم ارتفع شكه. ثم الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يضيف يقول: ما لأبي غيري. لأن الإمامة لا تعود إلى الأعمام، ولا تعود إلى أخوين بعد الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام كما في أحاديث متواترة. الآية الشريفة تقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الآية في سورة الأحزاب. هذه الآية تبين حال أسرة الرسول صلى الله عليه واله. بالنسبة للرسول صلى الله عليه واله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنت مسلط على نفسك، الناس مسلطون على أنفسهم، القاعدة الفقهية. لكن النبي أولى بك من نفسك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم اذا الرسول امرك تزوج من فلانه امر مولوي بعد ما لك اختيار لازم تتزوج منها امرك ان تطلقها لازم تطلق أمرك أن تغلق محلك لازم تغلق محلك النبي أولى بك من نفسك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا بالنسبة إلى النبي زين شنو الدور زوجات الرسول لأن الآية حول أسرة الرسول وأزواجه أمهاتهم دور زوجات الرسول صلى الله عليه وآله انه هي كالام في عدم جواز الزواج بها فقط. في الدين لا دور لزوجات الرسول صلى الله عليه واله، لا في الامره ولا في السلطه ولا في الامر ولا في النهي. انما هي كالام في عدم جواز الزواج بها. حتى العامه يروون في صحاحهم عن عائشه أن امرأة جاءت وقالت لها يا أم قالت لست أما لك ما معناه أنا أم المؤمنين يعني المؤمنون لا يتمكنون من الزواج من زواجات الرسول فقط أما بالنسبة للمؤمنات هذا ما إلى معنى فليست فلسنا زواجات الرسول أما للمؤمنات وإنما أما للمؤمنين في هذا الحكم فقط لذا لسنا محرما كالأمهات وأيضا في آيات الله سبحانه وتعالى يبين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ويقول من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فإذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا بالنسبة للنبي. زوجات النبي "وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله". أرحام الرسول الزوجات لسنا من الأرحام. ارتباطهم سببي وليس نسبيا. واولو الارحام ارحام الرسول بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. يعني علي بن ابي طالب سلام الله عليه هو الذي اولى بالرسول من بعده. اما العباس عم النبي صلى الله عليه واله العباس الى يوم فتح مكه لم يهاجر ولا هجره بعد الفتح. والذين آمنوا ولم يهاجروا، وهذا استدل به الإمام الكاظم على هارون العباسي. زين الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أمير المؤمنين أقرب الناس رحمًا إلى رسول الله، فهو أولى به. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أكبر الأبناء، فهو أولى بالإمام أمير المؤمنين. ثم الآية فيها استثناء واحد تخصيص واحد بالنسبة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسين أخ للإمام الحسن فهو أولى بالإمام الحسن بالدليل الخاص بنص رسول الله. لذا الإمامة انتقلت من الحسن إلى الحسين عليهما الصلاة والسلام. وبعد ذلك ماكو استثناء في الآية. الإمام زين العابدين أولى بالإمام الحسين. الإمام.. الباقر اولى بالامام زين العابدين وهكذا، الامامه بعد الحسن والحسين لا تعود في اخوين، وأيضا لا ترجع الى الاعمام، زين الامام الجواد عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يقول لمحمد بن عيسى الاشعري القمي، يقول ما لأبي احد غيري، ماكو واحد اخر للامام الجواد ماكو أخ للإمام الجواد طبعا بعض المؤرخون قالوا أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام له ابن واحد هو الإمام الجواد فبناء على ذلك معنى الحديث واضح وبعض المؤرخين ذكروا أن الإمام الرضا كان له ابنان الإمام الجواد والحسين فمعنى الحديث ماذا يكون ليس لأبي ولد اخر بعلمي الحسين موجود لكن ليس له علم لدني هو حاله حال بقيه ابناء الانبياء والائمه يحتاج الى ان يتعلم كسائر الابناء لذا الامام يقول بعد ان قال بعد ان ناظره محمد بن عيسى في اشياء ثم قال يا ابا علي كنيت محمد بن عيسى يا أبا علي ارتفع الشك ما لأبي غيري طبعا بين قوسين نذكر آية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذه توجد في سورتين آيتان آية في سورة الأحزاب التي ترتبط بأسرة الرسول وهي ترتبط بالإمرة والسلطه كما شرحنا ايه اخرى في سوره الانفال تلك ترتبط بالارث ولذا يستدل بها في الارث بان الاقرب يمنع الابعد هذا الحديث الثالث من احاديث هذا الباب الحديث الرابع عن الحسين ابن بشار قال كتب ابن قيامه إلى أبي الحسن عليه السلام كتابا يقول فيه: كيف تكون إماما وليس لك ولد؟ فأجابه أبو الحسن الرضا عليه السلام شبه المغضب: وما علمك أنه لا يكون لي ولد؟ والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله يرزق يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق به بين الحق والباطل. ابن قيامة كان واقفيا خبيث اللسان هسه اكو واحد منحرف لكنه مؤدب يجي يناقش يستدل ينقض الحجة تدحض حجته مثلا لكن بأدب يجادل بالتي هي أحسن وأكو البعض لا يجادلون بالتي هي أسوأ يستعملون الكلمات البذيئه النابيه بعضهم مثلا يستهزئ في الاحتجاج وما الى ذلك ابن قيامه كان من هذا القبيل كان واقفيا خبيث اللسان كان ينكر امامه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام لذا في مواقف متعدده الى كلمات جارحه يكتب كتاب الى الامام الرضا عليه الصلاه والسلام رساله كيف تكون اماما وليس لك ولد؟ لانه كما ذكرنا في الحلقه الماضيه الامام الرضا حينما تبوأ الامامه بعد استشهاد ابيها الامام الكاظم بالسم الى حدود العشر سنوات الله سبحانه وتعالى لم يرزقه ولدا، لأن استشهاد الإمام الكاظم كان في سنة 183. وميلاد الإمام الجواد عليه السلام كان في سنة 193 أو 95، يعني تقريباً عشر سنوات. الإمام الرضا هو إمام ناطق وليس له ولد، وهذا كان مما يستدل به الواقفة يقول هذا مو إمام لأنه عقيم لو الأئمة 12 هذا الإمام الثامن وإذا عقيم يعني ما عنده أولاد ماكو استمرار ليه. الإمامة فكتب ابن قيامة إلى أبي الحسن عليه السلام كتابا يقول فيه كيف تكون إماما وليس لك ولد طبعا ذكرنا ان هذا امتحان كان للامه، الله سبحانه وتعالى امتحن الامه بهذه الطريقه. الرسول صلى الله عليه واله، الله رزقه من خديجه اولاد، لكنهم ماتوا صغارا. الطيب والطاهر والقاسم، الله سبحانه وتعالى رزق رسول الله من خديجه هؤلاء وغيرهم أيضا فكانوا يموتون صغارا هذا صار... هذه صارت قضية بيد المشركين فقال العاص ابن وائل والد عمرو بن العاص قال إن محمدا أبتر والعياذ بالله فنزلت آية إن شانئك هو الأبتر هذه الكلمة سببت أن ينقطع عقبه، لأن ما كان عنده ولد إلا عمرو، وعمرو كان له ولدان أحدهما عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يعقب ما لهم عقب، انقطع نسله. الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت لحكمة ما خلى أولاد الرسول يعيشون ماتوا وهم صغار، حتى ابراهيم بعد سنوات طوال الله سبحانه وتعالى رزق رسوله محمدا بابراهيم، لأن بعد خديجة الرسول تزوج زوجات مختلفات، عائشة كانت عقيما وسائر الزوجات تزوجهن لأجل جلب قلوب عشائرهن إلى الإسلام فتزوجهن وهن كبار بعضهم كانوا عجائز أصلا الرسول تزوجهن كل واحدة من قبيلة كبار كنا وبعضهن كان لهن أولاد من أزواج سابقين فلما تزوج ماريا القبطية كانت شابة فأنجبت إبراهيم، وهذا إبراهيم أيضا مات في صغره، ويقال إنه سُم، يعني المنافقون سموه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه واله كان جالسا وفي حجره الإمام الحسين، وأيضا وفي حجره إبراهيم. فنزل جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يجمعهما لك، اكو قضاء بوفاة احدهما، فالرسول اختار بقاء الحسين ووفاة ابراهيم، بعد ايام توفي. ان شانئك هو الابتر، ثم الله سبحانه وتعالى رزق رسوله ذرية كثيرة عن طريق فاطمة سلام الله عليها. الامام الرضا عليه الصلاه والسلام حكمه الله اقتضت ان يتاخر ميلاد ولده كيف تكون اماما وليس لك ولد فاجابه ابو الحسن الرضا شبه المغضب لان هذا الرجل كان خبيث اللسان ولعل هذا كتابه للامام الرضا عليه السلام فيه تعريض وطعن مو سؤال فقط لان الى يعني قضايا اخرى ايضا ومن وما علمك وما علمك انه لا يكون لي ولد؟ الان ما عندي. من اين تعلم انه في المستقبل لا يكون لي ولد؟ انت تعلم الغيب مثلا. والله لا تمضي الايام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق به بين الحق والباطل. كان فرقانا لان بولادته الله سبحانه وتعالى ابطل مذهب الواقفه، صار علامه ودلاله تفرق بين الحق والباطل. الحديث الخامس ايضا في هذا المعنى عن ابن ابي نصر البزنطي قال: قال لي ابن النجاشي: من الامام بعد صاحبك؟ البزنطي كان من العلماء في بداية الأمر انخدع بالواقفة صار واقفي لما التقى بالإمام الجواد عليه الصلاة والسلام هو عالم رأى الآيات لذا آمن له وآمن به ابن النجاشي كان واقفيا أيضا إذا يجي يستفسر عن النجاشي، من الإمام بعد صاحبك؟ فأشتهي أن تسأله حتى أعلم إذا هذا المذهب هو الحق أني أنتقل إليه. مثل ما أنت البزنطي انتقلت إليه. فدخلت على الرضا عليه السلام فأخبرته فقال لي: الإمام إبني. ذاك الوقت الإمام الجواد لم يكن قد ولد بعد الإمام يكمل هل يتجرأ أحد أن يقول ابني وليس له ولد ما عنده ولد أنت اجدراك أنه في المستقبل سيكون لك ولدا سيكون لك ولد من أين تعلم لازم يكون بتعلم من ذي علم يعني لازم الرسول صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الإمام من بعد الرضا ابنه الجواد ولا واحد الآن عمره أربعين سنة وأكثر أكثر ما عنده ولد يقول ابني في المستقبل نقول له أنت متأكد سيكون لك ابن في المستقبل يقول لا فكيف تتكلم بكلام قاطع إلا أن يكون واحد عنده علم قطعي هل يتجرا احد ان يقول ابني وليس له ولد ذكرنا فيما مضى ان علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى بذاته لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لكن الله سبحانه وتعالى شاء ان يطلع الناس على بعض غيبه الآن احنا نعلم بالقيامة وببعض تفاصيل يوم القيامة، من أين نعلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، الآيات القرآنية اللي حول القيامة، هذه تخبرنا عن أمر من أمور الغيب. الله سبحانه وتعالى زاد أنبياءه وعن طريق الأنبياء الأئمة بعلم ما كان وما يكون وما هو كائن طبعا الأنبياء يعني مقصود يعني الرسول صلى الله عليه وآله أما سائر الأنبياء فالله أخبرهم بالغيب لكن أي مقدار من الغيب لا نعلم في سورة الجن الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول واذا الناس علموا ببعض الغيب يعلمونه عن طريق الرسول يعني احنا علمنا بالقيامه عن طريق القران القران الله سبحانه وتعالى انزله على الرسول والرسول تلا لنا هذا القران فكل علم الغيب يرجع الى الله سبحانه وتعالى فالأنبياء الأئمة يعلمون الغيب بتعليم من الله مو بذاتهم، لأن الرسول والأئمة وسائر الأنبياء مخلوقات لله، ليس لهم ولا لغيرهم شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، حتى احنا الآن أي شيء لنا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن إحنا عندنا قدرة ولو القدرة محدودة أنا الآن عندي قدرة أحرك يدي عندي قدرة أنظر أرى أتكلم هذه القدرة من أعطاني إياها هل أنا بنفسي أعطيت نفسي هذه القدرة كلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني إذا إحنا عندنا علم قليل أو كثير هذا العلم الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه ايانا بتهيئه اسبابه. الرسول صلى الله عليه واله، الله سبحانه وتعالى اوحى اليه ما كان وما يكون وما هو كائن. واوحى اليه كل الشريعه، واوحى اليه غير ذلك والرسول نقله الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام علي ومنه الى سائر الائمه. هل يتجرا احد ان يقول ابني وليس له ولد الحديث السابع أيضا هذا ابن قيامة الواسطي ما اكتفى بالرسالة أحيانا كان يأتي إلى الإمام الرضا ويتكلم قال دخلت على علي بن موسى فقلت له أيكون إمامان يجتمع إمامان في زمان واحد الجواب لا يجتمعان الا اذا كان احدهما صامتا. يعني الحسن والحسين في زمان الامام الحسن، الحسن امام. الحسين ايضا امام لكنه صامت، يعني لا يدعو الى نفسه ولا يقول شيئا يخالف كلام الامام الحسن عليه الصلاه والسلام. الائمه والرسول صلى الله عليه واله، الله خلقهم حينما خلقهم، خلق الرسول نبيا، خلق الإمام علي إماما، قبل هذا العالم في الحديث الشريف كنت نبيا، وآدم بين الماء والطين، عندما خلقه خلقه نبيا في العوالم السابقة، حينما خلق الأئمة، خلقهم أئمة مو أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما صار عمره أربعين سنة صار نبي لا كان نبيا لكن عندما صار عمره أربعين سنة الله سبحانه وتعالى أمره بأن يبلغ جعله رسولا فالأئمة في العوالم السابقة هم أئمة حينما يولد يولد إماما لكن في زمان الإمام السابق هو صامت لا يدعو إلى نفسه. قلت له أيكون إمامان؟ قال لا إلا وأحدهما صامت. صامت يعني شنو؟ يعني لا يدعو إلى نفسه وإنما يدعو إلى الإمام الذي قبله. فقلت له هذا ابن قيامة ذكر هذا الكلام حتى يستشكل على الإمام الرضا سؤال سؤال متعنت مو مستفهم فقلت له هوذا أنت ليس لك صامت أنت شلون إمام وماكو إمام من بعدك ولم يكن ولد له أبو جعفر بعده فقال لي والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق وأهله ويمحق به الباطل واهله. الايه الشريفه ماذا تقول؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يمكن بعض المؤمنين هو مؤمن لكن شويه في ايمانه ضعف، الله يثبت ايمانه بآيه. اما اهل الكفر والنفاق، الله سبحانه وتعالى يمحق يعني يزيل يبيد ما هم عليه وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين المحق والنقصان والهلاك والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق واهله ويمحق به الباطل واهله فولد له بعد سنه ابو جعفر وكان ابن قيامه واقفيا نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على ما هو الحق هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين